لك نبدأ بشابتر الانفلاميشن. طبعا فيما يتعلق بهذا الشابتر، المعلومات المتعلقة بمقدمته يعني راح تكون كتير مهمة لفهمنا كل الأحداثيات اللي بتتعلق فيه. فراح أعطي الآن طبعا مقدمة عن الانفلاميشن، ركزوا معي رجاء عن الجميع. راح نحكي طبعا بهذا الشابتر عن الأكيوت انفلاميشن والكرونيك والجرانيولوماتاس وكل شيء بيتعلق فيهم. هلأ بشكل عام، إيش تعريف الإنفلاميشن؟ بدي مرة تانية تركيز منكم جميعا عشان مقدمة أي شابتر بتتعلق، أو يعني فهمنا لأي شابتر بتتعلق فيه في المقدمة اللي بتتعلق فيه. الإنفلاميشن، الالتهاب في الجسم، كتعريف هو protective response، هو استجابة وقائية. بصير في عندي أنا استجابة داخل الجسم، هاي الاستجابة اللي بتصير عندي بيتم تحفيز، يعني أهميتها intended، شو الأهمية لإلها؟ إني أنا أعمل elimination، أعمل يعني أتخلص من الـ initial cause of cell injury، دخل عندي بكتيريا، دخل عندي فيروس، فانجاس، باراسايت، etc. وبالتالي هي الهدف الأول الرئيسي لإلها elimination، عملية تحديد والتخلص من الـ initial cause اللي أدى للـ cell injury، هي نقطة. والعملية الثانية بعد ما إني أتخلص أنا من العدو اللي دخل لجسمي اللي أدى إلى حدوث معركة ما بين الدفاعات الموجودة عندي وما بين هذا الإنمي، راح نتيجة المعركة في عندي أنا يعني خسائر، قتلى إلى آخره. هاي القتلى من الطرفين، من المايكرو أورجانيزم أو الإنجري اللي دخل لعندي، ومن الدفاعات اللي كمان تصدت لإله. وجود قتلى من الطرفين، هاي القتلى من الطرفين إذا أشبه لكم إياها وتحملوني هيك بهذا الشكل، هي عبارة عن ايش؟ هي عبارة عن النيكروتيك سيلز والنيكروتيك تيشو. المنطقة أرض المعركة اللي حصل فيها هاي المواجهة ما بين الانفلاماتوري سيلز مثل الماكروفيجز والنيوتروفيلز والإيزينوفيلز والليمفوسايتس إلى آخره، وما بين المايكرو أورجانيزم. هاي الأرض المعركة كلها صار فيها قتلى من الجانبين، هاي واحد، وفي دمار للأرض اللي حصل عليها المعركة اللي بسميها النيكروتيك سيلز أند نيكروتيك تيشو. بعد ما انتهت هاي المعركة ما بين الطرفين، شو وظيفة الخلايا الالتهابية التي لا زالت حية في المكان؟ وظيفتها انها كمان تزيلها، as well as the necrotic elimination، التحدث والتخلص من النيكروتيك سيلز والنيكروتيك تيشو اللي نتجوا نتيجة دخول اللي هو الانسلت او الانجري اللي ادى الى حدوث هذا الرياكشن وهذا التفاعل ما بين الانفلاماتوري سيل وما بين هذا المايكرو اورجانيزم. إذا بعيدها مرة ثانية، الانفلاميشن العملية الالتهابية في قتال حقيقي ما بين الانفلاماتوري سيلز وما بين المايكرو اورجانيزم اللي دخل. في خسائر من الطرفين، في أرض المعركة اللي حصل فيها هذا الالتهاب راح يكون طبعا فيها دمار. فأنا بعد ما انتهي من العملية الالتهابية من خلال تخلصي منه سواء بدواء أو بغير دواء، راح اتخلص فقط مش بس فقط من المايكرو اورجانيزم اللي دخل لجسمي، كمان من نواتج اللي هو تاثير القتال اللي حصل اللي هو النيكروتيك سيلز اند نيكروتيك تيشو. اذا هي استجابه وقائيه هدفها عمليه التخلص elimination من الانيشيال كوز، السبب الرئيسي اللي ادى للسيل انجري بغض النظر عن طبيعته. الهدف الثاني النيكروتيك سيلز والنيكروتيك تيشو اللي نتجوا بعد دخول هذا الانسلت او هذا المايكرو اورجانيزم. هذا كتعريف. السؤال الثاني الآن، أين يحدث؟ مين المشترك الرئيسي في العملية الالتهابية؟ أين أحيانا يحدث الالتهاب؟ عادة النسيجين الرئيسيين نقدر نقول المسؤولين عن العملية الالتهابية، واحد البلود فيزلز، اثنين الفايبرس تيشو. ممكن يصير في أي يعني تشترك فيه الخلايا ايش بدي احكي لكم، الشحمية، العظمية، اللي بدكم اياه. لكن عادة المشترك الرئيسي في العملية الالتهابية هي البلد سيلز، باعتبار الخلايا موجودة داخلها نيوتروفيلز، البلازما سيلز، الليمفوسايتس، اتسيترا، المونوسايتس. وبالتالي هي المشترك الرئيسي هي البلد سيلز، كلمة فاسكولارايزد. كونكتيف تيشو، النسيج الضامي، النسيج الضامي بيحتوي اشياء كثيره، نسيج شحمي، نسيج ليفي، نسيج عظمي الى اخره. لكن مين الجزء الرئيسي من الكونكتيف تيشو؟ هو الفايبرس تيشو. اذا احنا عم نحكي عن النسيج الليفي الموعى اللي فيه اوعيه دمويه. هاي نقطه كيب ان مايند، وهذا الحكي راح نشوفه ان شاء الله خلال الشرح. It occurs in the vascularized connective tissue، في النسيج الضامي الموعى. Vascularized الريفيرال للبلود فيزلز،
والكونكتيف تشي ككل كونكتيف تشو، لكن الجزء الرئيسي منه هو اللي هو النسيج الليفي. هلا السؤال الثالث، عارفه بماذا يطبع الانفلاميشن؟ له علاقه مع ايش؟ لاحظ احنا شو كان التعريف، انه هو بروتكتيف ريسبونس، مثل ما حكينا هدفه الرئيسي يتخلص من السبب اللي ادى للسيل انجري، والنيكروتيك سيلز والنيكروتيك تشو، معناته انا مش عم بقوم بدوري بس فقط اني اتخلص من مايكرو اورجانيزم، بدي انظف المكان، هاي ارض المعركه اللي حصلت بدي انظفها من خلال عمليه الريبير. وبالتالي الانفلاميشن كلوزلي ريليتد، له علاقه وطيده مباشره، ويتبع عن فولد باي ريبير بروسيس، من خلال عمليه الترميم مباشرة. أنا مجرد ما يكون في عندي إنجري ما بستنى حتى كمان إني لأنتهي من الإنجري، مفروض والله هذا بكتيريا بده أتخلص منه 5 أيام أو أسبوع، مش مباشرة مش بعد أسبوع ببدأ عملية الريبير، لا تخيلوا ثاني يوم، ثاني يوم تبدأ عملية الريبير، حتى في ظل وجود لسه المعركة ووجود المايكرو أورجانيزم اللي بحاول يدمر النسيج اللي وصل له، كمان أنا عم بقوم بعملية ريبير. إذا هاي الريبير بروسيس اللي في لها طبعا شابتر خاص اللي هو شابتر 3، ريبير بروسيس اما بناحيه يعني جيده مفيده لي بحيث اني ارجع لوضع الطبيعي، او اني اتحول بشكل سيء لاسباب مختلفه لاسكار. طبعا انا مش راح ادخل هالآن بالتفاصيل هذا، وهذا كله في شابتر كامل متعلقه بهاي الامور، لكن عمليه الريبير بروسيس عمليه الترميم، انه الدمج تشو هذه حكيت لكم النيكروتيك سيلز والنيكروتيك تشو، اما بصير في له استعاضه استبدال ريبليسد باي العملية الممتازة هاي اللي هي regeneration، إعادة التشكل، عملية دائما إعادة تشكل لخلايا من نفس النوع parenchymal cells، هاي عملية repair، وهذا الحكي كتير جيد وإله شروطه طبعا نحكي عنها بعدين، أو إنه هاي النيكروتيك تيشو أو الدمج تيشو صار فيه filling، عملية امتلاء لأي defect موجود residual defect لازال موجود عندي أنا، بعوضا من انه يصير في عندي عمليه ريجنريشن وترجع الخلايا الطبيعيه من اصلها، صار في عندنا عمليه اللي هو فيلينج من خلال فايبرس سكار تشو، سكار اللي هي ندبه ليفيه، وهي ممكن تكون طبعا مشوهه للمكان وتؤدي الى ديسفانكشن في المكان اللي توضعت عليه. تخيلوا يكون في عندي انا سكار ندبه ما بين الابهام والاصبع الاوسط مثلا، عمليه اللي هو فتح الاصبعين، عمليه الفانكشن لهدول الاثنين شو راح يكون فيها ديفكت، مش عم تسمح مثلا بتباعد واضح ما بين الاصبعين، حتى لو كانت ندبه بحجم 1 سم، ما بالكم لما تكون داخليه مثلا بين الامعاء فوق المعده الى اخره. فبالتالي دائما هاي الامور اللي بتتعلق في هاي المقدمه رد بعيد لكم اياها للتركيز على الاشياء الرئيسيه. اول شيء انا كانفلاميشن انا استجابه وقائيه، هدف الرئيسي اني اتخلص من الانيشال كوز اوف سيل انجري، واحد زائد اثنين اتخلص من نواتج هاي المعركه اللي هو النيكروتيك سيلز اند نيكروتيك تشو. اين يحدث الالتهاب؟ في الفاسكولارايز كونكتيف تشو، الفاسكولارايز تعني ان انا بحكي عن بلاد فيزلز، كونكتيف تشو نسيج ضام على راسه اللي هو النسيج الليفي. لماذا يتبع وله علاقه مع ايش الانفلاميشن؟ يتبع وله علاقه قويه ومباشره مع عمليه الريبير. الريبير يا بصير في عندي ريجنريشن بستعيد شكلي الحقيقي السابق وإلي شروط، او بصير في عندي انا سكار فورميشن اللي هو بتحول الى نسيج ليفي كثيف في المكان مشوه بالشكل بيؤدي الى حدوث ديسفانكشن بشكل واضح. ليش بصير عندي هيك او هيك؟ كله يؤجل الى شابتر 3. احنا موضوعنا الان عن الانفلاميشن مش شيء ثاني. الان الباترنز اوف انفلاميشن من اشهرها طبعا عندي الاكيوت والكرونيك، وفي عندنا الصب اكيوت اللي هو اقرب للكرونيك الى اخره. لكن احنا مين اللي راح نحكي الان عن الاكيوت انفلاميشن والكرونيك انفلاميشن؟ شوف الفروقات بينهم عكس بعض تماما. بدي اعطيكم معلومه الان تو كيب ان مايند، دائما كلمه اكيوت سواء اكيوت انفلاميشن، اكيوت ستريس، اكيوت ايديما، اوكي، اكيوت بين الى اخره، دائما كلمه هاي اكيوت حاد تعني انه انا عم بحكي عن سواء ساين سواء سيمتوم سواء انفلاميشن الى اخره لفتره قصيره، احيانا دقائق ساعات لا تتجاوز الايام. دائما كلمه اكيوت هاي بنحطها في بالنا، كلمه اكيوت شو ما كانت اللي حكيت لكم عنه، اكيوت بين، الم حاد، اكيوت ايديما، اوكي بالمونري ايديما مثلا، اكيوت انفلاميشن، انا عم بحكي عن يعني فترة قصيرة من دقائق لساعات لأيام فقط ولا تنتقل إلى الشهور. صار خلينا نحكي عن شهر وشهرين وثلاثة تحولنا إلى شيء اسمه كرونيك. الأكيوت انفلاميشن استجابتي أنا، استجابتي في الأكيوت انفلاميشن كنسيج راح تكون استجابة
فورية immediate ومبكرة immediate and early response to injury. هاي الصفة الأولى اللي بتتعلق بالأكيوت inflammation. الصفة الثانية بإيش بترافق الأكيوت inflammation؟ بيصير في عنا إشي اسمه fluid and plasma protein exudation. إشي اسمه exudate. Exudate يعني protein rich fluid. بترافق بوجود خروج من داخل إلى خارج الأوعية. لا واحد الفلويد بالتالي المنطقة تصبح edematous فيها edematous changes تصبح swollen منتفخة. ليش بصير في عندي انتفاخ في عيني مثلا بالالتهاب انتفاخ في لوزي في الالتهاب نتيجة حدوث إشي اسمه extravasation يخرج إشي من داخل إلى خارج الأوعية. مين اللي بيخرج؟ طبعا الفلويد واحد والبلازما بروتين وطبعا أكيد اللي هو الخلايا الالتهابية. ثلاث أمور بتخرج من داخل إلى خارج الأوعية الدموية. واحد الفلويد، اثنين بلازما بروتين، واحد اثنين، وثلاثة الانفلاماتوري سيلز. هلا إذا characterized by fluid and plasma protein exudation، كلمة exudate مرة ثانية هي بروتين rich fluid وتشاهد في اللي هو الأكيوت انفلاميشن. الصفة الثالثة اللي very important، مين أهم خلية على الإطلاق في الالتهاب الحاد؟ الإجابة هي نيوتروفيل. هل في عندي أنا نيوتروفيليك أكوموليشن؟ الصفة الرابعة الفترة مثل ما حكينا it last only فقط من دقائق معدودة إلى أيام معدودة مش عم بنتقل أنا لشهور أبدا. إذا التهاب الحاد مرة ثانية استجابتي فورية واحد مبكرة اثنين بإيش بترافق بوجود extravasation خروج بمعنى آخر extravasation من داخل إلى خارج الأوعية الدموية للفلويد للبلازما بروتين ومحل الخلايا الالتهابية. هي الصفة الثالثة، مين أهم خلية التهابية بتخرج في الأكيوت انفلاميشن؟ الإجابة هي نيتروفيلز. أربعة الدوريشن في عندي أنا يعني فترة قصيرة تتراوح من دقائق إلى أيام معدودة وبينتهي الانفلاميشن. في المقابل الكرونيك انفلاميشن عندي استجابة متأخرة، هي الفرق هون immediate and early فورية ومبكرة، هون في عندي استجابة متأخرة delayed response. بإيش تترافق عادة؟ مين الخلايا الالتهابية اللي بصير في إلها خروج؟ الإجابة هي المونوسايتس اللي بتروح للتشو وبتتحول إلى ماكروفاجز characterized by influx of macrophages and lymphocytes وضيفوا لها بلازما سيلز اللي هي مجموعة المونونوكليار انفلاماتوري سيلز. الخلايا الالتهابية في الكرونيك انفلاميشن مجموعة المونونوكليار انفلاماتوري سيلز على رأسها ماكروفاجز، اثنين البلازما سيلز، ثلاثة الليمفوسايتس. إذا متذكرين لما كنا نحكي عن الراسل بابلز إنها تشاهد في الكرونيك انفلاماتوري ستيتس اللونج ستاندينج انفلاماتوري ستيتس تمام. ومن ضمن الخلايا الالتهابيه في الالتهاب المزمن هي البلازما سيلز. anyway من الثلاثه البعض بيسال مين اهم خليه من الثلاثه؟ الاجابه الخليه العظيمه اللي اسمها ماكروفاجز، هاي من اعظم الخلايا في الجسم رح تشوفوا دورها خلال ان شاء الله هاي السنه بكل الامراض. الماكروفاجز هي اهم خليه في الالتهاب المزمن، النيتروفيلز هي اهم خليه في الالتهاب الحاد. Then characterized by influx of macrophages and lymphocytes with associated الآن هاي نقطة كمان مهمة مركز عليها. تترافق الكرونيك انفلاميشن هو انجري، أنا بدي أدافع عن نفسي. كيف بدي أدافع؟ من خلال عملية ريبير. كيف هذا الريبير؟ من خلال حدوث شيء اسمه vascular proliferation تكاثر الأوعية الدموية. vascular proliferation اللي هي مصطلح اسمه angiogenesis angio genesis إعادة تشكل الأوعية الدموية أو new blood vessel formation بالإضافة للسكارينج. قبل شوي حكينا إنه السكارينج mainly هو dense fibrous tissue، فبالتالي صحيح أنا بتعرض لالتهاب مزمن لكن في نفس الوقت بحاول أعمل repair. الريبير من خلال إعادة تشكل واحد أوعية دموية جديدة vascular proliferation new blood vessel formation أو مصطلح الأنجيوجينيسيس والسكارينج اللي هو dense fibrous tissue deposition. التنين مع بعض هدول التنين اللي هم الانجيوجينيسيس والفايبروس ديبوزيشن او الفايبروسيس انجيوجينيسيس اند فايبروس بعطونا مصطلح اسمه جرانيوليشن تيشو نسيج حبيبي جرانيوليشن تيشو وبذل هو انديكيتس وجود ريبير في المكان الموجود فيه. جرانيوليشن تيشو وين بتاخذوه ان شاء الله في التيشو ريبير هو بدل على وجود اللي هو محاوله عمليه ترميم في المكان اللي تعرض للإنجري. إذا الكرونيك انفلاميشن استجابتي متأخرة بترافق بوجود انفلاكس لمجموعة المونونوكليار انفلاماتوري سيلز mainly the macrophages in addition to lymphocytes and plasma cells وبترافق بوجود محاولة ريبير من خلال انجيوجينيسيس واحد فايبروسيس تنين اللي هي الستارينج التنين مع بعض بسميهم جرانيوليشن تيشو وبيدلوا على وجود عملية ترميم حقيقي.
الموضوع الثالث اللي كثير مهم تكون دائما المقدمة مهمة كثير لفهمنا كل الأشياء اللي بيتعلق في هذا الشابتر. إيش مكونات الالتهاب؟ Components of inflammation. لحظة، إحنا كل ما حكينا نرجع للسؤال اللي طرحناه قبل شوي، أين يحدث الالتهاب؟ إذا ذكرنا في الفاسكولارايزد كونكتيف تيشو. فبالتالي في عندي أنا بلاد فيزل واحد، وفي عندي أنا كونكتيف تيشو على رأسه اللي هو الفايبرس تيشو، النسيج الضامي الموجود في المنطقة. ما ننسى في عندي نسيج ليفي، في عندي نسيج شحمي، في عندي نسيج عظمي، في عندي مادة خارج خلوية، أشياء كثيرة موجودة في المكان. في عندي الماس سيلز مثلا، في الماكروفيجز إذا خرجت لبرا. فبالتالي في عندي أنا different components. لكن مين أهم واحد من اللي من الأمامنا هون؟ واحد واثنين وثلاثة وأربعة. الإجابة واحد واثنين، طبعا كلهم لهم أهمية، لكن أهم اثنين اللي هم أول اثنين. Components of inflammation، مكونات العملية الالتهابية. أي التهاب في له مكون وعائي، لاحظوا vascular component، طبعا بحكي عن vascular بالتالي عم بحكي عن أوعية دموية. برجع بحكي طيب الوعاء الدموي اللي احنا أخذناه في الهيستولوجي شو مكوناته، شو طبقاته؟ الإجابة كالتالي، في عندي أنا طبقة الانتي مالايند باي اندوثيليال سيل، عندي طبقة الميديا مؤلفة من سموث مسل سيلز، عندي طبقة الادفانتيشيا اللي فيها الفازوفازورا اللي هم السمول بلود سيلز بالإضافة لبعض الفايبروبلاست. هاي الطبقات الانتيما عادة تفصل عن الميديا من خلال الانترنال الاستيك لامينا، وتفصل عن الادفانتيشيا من خلال الاكسترنال الاستيك لامينا. هذا كله اخذته بالهيستولوجي. المهم في عندي انا انتيما لايند باي اندوثيليال سيلز، وعندي الوول او الميديا مؤلف من سموث مسل سيلز، وعندي الادفانتيشيا اللي هو الطبقه الخارجيه اللي فيها السمول بلاد فيزلز اللي اسمهم فازوفازورا بالاضافه لسكاترد فايبروبلاست. هلا مين اهم يعني طبقتين من الثلاثه، وبالتالي اهم خليتين هم مشكلين للمكون الوعائي اللي بيشترك في الانفلاميشن؟ الاجابه الاندوثيليال سيلز اللي هي على تواصل مباشر مع الدم، اللي هي لايند او لايننج الانتيما، والسموث مسل سيلز اللي هي طبقه الميديا. اهم خليتين من الوعاء الدموي الخليه اللي من جوا اللي هي الاندوثيليال سيل اللي هي الانتيما، والخليه اللي موجوده في الجدار الوعاء الدموي الوالي اللي اسمها سموث مسل سيل. هدول الخليتين الرئيسيتين من الفاسكولار كومبوننت اللي بيشتركوا في العمليه الالتهابيه. رقم اثنين المكون الخلوي. هلا الالتهاب المعركه هاي اللي شبهناها في المعركه مش راح توصل داخل الاوعيه الدمويه، راح تخرج برا الاوعيه الدمويه. بالتالي في عندي ساحه معركه خارج الاوعيه الدمويه، كان هالجنود مخبيين داخل هالثكنه اللي هو الوعاء الدموي وخرجوا لبرا عشان يروحوا لساحه المعركه. وبالتالي في عندي انا سيلولار كومبوننت. ايش هو السيلولار كومبوننت؟ المكون الخلوي. الانفلاماتوري سيلز اللي كانوا موجودين داخل الوعاء الدموي وصل لهم اكسترا بازيشن راحوا لبرا، والمكان اللي راح يحصل فيه المعركه اللي هي الكونكتيف تيشو سيلز. مين خلايا النسيج الضام الموجوده في المكان اللي بتشترك في العمليه الالتهابيه خارج الوعاء الدموي؟ الاجابه الفايبروبلاست اللي هي بتشكل الفايبرس تيشو، كلهم هذا اهم مكون من الكونكتيف تيشو. في عندي في المكان الماس سيلز الخلايا البدينه، هاي الخلايا البدينه بتنتج الهستامين والى اخره. وفي عندي طبعا اللي هو الماكروفيجز اللي هي خط الدفاع الاول الموجود عندنا. هدول كلهم طبعا من جزء من المكون الخلوي. طبعا الماكروفيجز هي عباره عن ايش؟ هي عباره عن المونوسايتس، المونوسايتس اللي كانت موجوده داخل الوعاء الدموي واللي خرجت لبرا وصار اسمها ماكروفيجز. اذا المكون الخلوي انفلاماتوري سيلز واحد، كونكت الانفلاماتوري سيلز طبعا حسب طبيعه اللي دخل العدو اللي انا تعرضت له، ممكن تكون النيوتروفيلز في حاله البكتيريا، ايزينوفيلز في حاله الباراسايت الى اخره. انفلاماتوري سيلز اند كونكتيف تيشو سيلز لايك فايبروبلاست واحد، ماس سيلز اثنين، ماكروفيجز ثلاثه. الان خرجت هاي الخلايا الالتهابيه، ليش ما انا عندي التهاب بلوزي؟ ليش اجت على التونسلز عندي ما راحتش للمعده مثلا؟ عشان في شيء جذبها للمكان. في عندي انا كيميكال ميدياترز اللي هي الوسائط الكيميائيه. هاي الوسائط الكيميائيه هي اللي بتجذب الخلايا الالتهابيه للمكان اللي انا بدي اقوم بالتخلص من المايكرو اورجانيزم اللي دخل لعندي. كيميكال ميدياترز هي عباره عن بلازما بروتينز واحد، وكيميكال ستينين مواد كيميائيه بتم انتاجها من الانفلاماتوري سيلز بتوجه هاي الخلايا الالتهابيه للمكان المستهدف او للمكان المقصود. في عندي وسائط كيميائيه بتوجهني تمام من خلال عمليه اسمها الكيموتاكسز، اخذتوها في الاميونولوجي.
عملية الانجذاب الكيميائي من خلال بلازما بروتينز أو كيميكالز بتم إنتاجها من قبل الإنفلاماتوري سيلز وبتوجه الخلايا الالتهابية إلى المكان الصحيح. المكون الرابع اللي حكيت لكم عنه اللي هي المادة خارج خلوية Extracellular Matrix، شو الإشي الموجود بالإضافة للفايبروبلاست مكون وعائي، شو المكان مؤلف من إيش؟ مؤلف من بروتينات هيكلية فيبريلين، إلاستين إلى آخره، Structural Proteins البروتينات الهيكلية، هي واحد جزء من الإكستراسولار ماتريكس، بالإضافة لمادة البروتوغليكانز والأدهيزة الجلايكوبروتينز، هاي جزء أجزاء كلها، الإلاستين مثل ما حكينا في شيء اسمه اللي هي الهيالورونان كله بتاخده في التشو ريبير، الستركشرال بروتينز اللي هي البروتينات الهيكلية، بالإضافة للبروتوغليكانز والجلايكوبروتينز هي جزء من المادة خارج خلوية بيشترك أيضا في العملية الالتهابية. لكن مين أهم تنين مثل ما حكينا يجب أنهم يكونوا موجودين أو يقوموا بدورهم ليحدث الالتهاب بشكل الفعال؟ الإجابة المكون الوعائي وتنين المكون الخلوي. إذا vascular component أهم خليتين، لاحظوا كم واحدة اشترك بالعملية الالتهابية، الاندوثيليال سيلز والسموث مسل سيلز، الانفلاماتوري سيلز ككل، الفايبروبلاست، الماس سيلز، البلازما بروتين، الستركشرال بروتينز كلها اشتركت في العملية الالتهابية لمحاولة التخلص من أي يعني مايكرو أورجانيزم دخل تداخل الجسم وأدى إلى حدوث أعراض وعلامات عند المريض. هذا كل اللي حكيت لكم الآن هو مقدمة، يعني أرجو أنه يكون وصلت للجميع. بتذكركم بالأهم إشي حكيت لكم عنه الآن، ما ننسى الخلايا المشتركة في العملية الالتهابية، الاندوثيليال سيلز، السموث مسل سيلز، الكونكتيف تيشو سيلز، الانفلاماتوري سيلز نفسها، المادة خارج خلوية، يجب أنه يصير في عندي كيموتاكسز اتسترا. نبدأ في الأكيوت انفلاميشن. الأكيوت انفلاميشن مثل ما حكينا الاستجابة هي فورية، الاستجابة هي مبكرة تو انجري. شو الهدف منه؟ هو إيصال اللوكوسايتس اللي حكينا عنها هي مين اللي النيوتروفيلز، delivery of leukocytes to the site of inflammation لتقوم بدورها. كلينيكالي من ناحية يعني سريرية، في عندي 5 local signs and symptoms، في عندي 5 أعراض وعلامات عند الشخص اللي بصير في عنده acute inflammation. لنصر صار في عندي acute inflammation مثلا acute dermatitis التهاب جلد حاد أي منطقة من الجسم نتخيلها مع بعض، acute tonsillitis، acute appendicitis مثلا التهاب زائد حاد. شو رح يصير عند المريض؟ رح يصير في عندي ارتفاع في الحرارة، كله في له أسباب بنحكي عنها بعدين. في عندي المريض بصير عنده ارتفاع حرارة متوسط شديد إلى آخره، المنطقة تصبح red in color، في عندي redness، رح نعرف كمان شو سبب الredness، ليش صار في عندي احمرار في المكان، التهاب إصبعي أنا بطلع عليه بلاقيه أحمر ومؤلم وفي حرارته عالي، بمسكه بلاحظ إنه في عندي أنا حرارة زائدة عن النسيج الطبيعي المحيط حواليه، الإصبعي محمر، إصبعي منتفخ، في swelling، إصبعي مؤلم تمام، ومثل ما حكينا مش قادر امسك قلم، فهذا loss of function لكنه transient. ليش transient؟ ما هو اصلا acute inflammation حكينا it lasts only few minutes to few days، وبالتالي طالما اختفى الالتهاب رجع الفانكشن الى وضعه الطبيعي. اذا في عندي انا 5 local signs and symptoms، اصبعي الملتهب هذا حرارته زائدة، احمر في اللون، منتفخ، swollen، painful، مؤلم، وفي عندي transient loss of function. كلها طبعا في إلها أسباب معينة نحكي عنها إن شاء الله خلال هذا الشرح. الأكيوت إنفلاميشن مثل ما حكينا في عندي أنا ميجر كومبوننتس 4، لكن في عندي 2 ميجر كومبوننتس اللي حكينا عنهم هم الأهم اللي هم الفاسكولار كومبوننت بالإضافة إلى السيلولار كومبوننت. الفاسكولار مثل ما حكينا بلاد فيزلز، هاي واحد أهم خليتين الإندوثيليال سيلز بالإضافة إلى سموث مسل سيلز. هلا الفاسكولار شو بصير في عندي أنا؟ شو الأشياء اللي بصير في الأوعية الدموية وخلال العملية الالتهابية؟ رح يصير في عندي تقبض في أول شيء أو التغيرات، التغيرات دائما من ناحية قطر الوعاء الدموي. هل أول شيء بصير في عندي contraction ولا vasodilation، يعني يا بصير في عندي تقبض يا بصير في عندي توسع، هاي المتغير الأول. شو المتغير الثاني اللي هو the flow of blood، يا بصير في عندي أنا بطء في الجريان أو بصير في عندي سرعة في الجريان. هدول التغيرين اللي بيصيروا عادة على مستوى الأوعية الدموية خلال الانفلاميشن. من ناحية القطر يا بكبر يا بصغر، يا أما بصير في عندي أنا بازو كونستركشن أو بازو دايلاتيشن. ومن ناحية اللي هو الفلو أوف بلاد، يا بصير في عندي إنكريز في الفلو أوف بلاد أو ديكريز اللي هو الستيسس أوف بلاد.
اذا بصير في عندي الترنيشن تبدلات في الباس في الفيزل كاليبر اللي هو البازو دايلاتيشن توسع الوعاء الدموي، دائما اي وعاء دموي بيتوسع هذا الحكي بيؤدي لانه كميه الدم الموجوده فيه راح تكون اكبر. كان في عندي قطر نصف سنتي صار 1 سنتي، كميه الدم المجموعه مثل المواسير المي تماما. اوكي، هاي فيها كميه بسيطه، هاي فيها كميه اعلى، هاي بتمرق مي بكميه اقل من اللي بتمرقها غيرها اللي بيكون قطرها اكبر. اذا alternation of vessel caliper اللي هو vasodilation يصير في عندي طبعا زياده في النفوذيه الوعائيه increase vascular permeability. هذا الحكي شو هدفه؟ التوسع الوعائي المترافق بوجود زياده في النفوذيه. الهدف هو انه انا اعمل مزيد من الدليفري، مزيد من ايصال البلازما بروتينز باتجاه مين؟ باتجاه الفوكس اوف انفلاميشن اللي هو خروج الاكسترافيزيشن اوف بلازما بروتين من داخل الى خارج الاوعيه الدمويه. على مستوى الأوعية الدموية هلا راح تخلص. اوكي، مش مشكلة. على مستوى الأوعية الدموية في عندي توسع وعائي دموي وزيادة النفوذية الوعائية، الهدف هو المزيد من الدليفري للبلازما.